بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة جدا، مشكلة بسيطة كده من المشاكل اللي بتقابل مربين الحمام ما بيعرفوش يحلوها بسهولة. مشكلة النهاردة هي مشكلة السنارة. طبعا يا جماعة الحمام بيطلع له حاجة في المنقار بتاعه اسمها سنارة. اول حاجة السنارة ديت بتكون زيادة في المنقار بارزة لبره بشكل زايد عن اللازم. طبعا دي بتعمل مشكله لفرد الحمام في الاكل والشرب، ما بتخليش فرد الحمام يعرف ياكل كويس ولقط الحبوب براحته. تاني حاجه ان فرد الحمام ده لو اتخانق مع فرد حمام تاني وضربه بيعوره وبيبهدله جامد جدا، تمام كده. تالت حاجه ان الحمام دوت ممكن وهو بياكل الزغاليل يعور الزغاليل او ما يعرفش يمسك بق الزغلول عشان ياكله بسبب السناره دي. فالنهارده ان شاء الله هعرفكم ايه حل السناره دي، ازاي بنقصها، وازاي بنخلي السناره دي ما تطلعش تاني، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه الضوافر. برضه يا جماعه الضوافر من ضمن الحاجات اللي بتكون احيانا فرد الحمام زايده جدا 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 عن اللازم، فتلاقي ضفر فرد الحمام طويل جدا وحامي زي الموس، عامل زي الابر بالظبط، مجرد ما يدوس على حاجه يعورها او يخرمها، فيجي الذكر يطلع يكسر على النتايه تلاقي النتايه تجري من تحتيه، او يجي الحمام يدوس على الطاجن او على الزغاليل يروح معور الزغاليل وخارم الزغاليل طبعا بالضوافر تخش جوه جسم الزغاليل. فالنهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نحل المشكلتين دول، مشكله السناره ومشكله الضوافر. فيا ريت قبل ما نبدا كده في الشرح العملي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو ياخد حقه ويظهر لكل الناس، ولو انت مش مشترك في القناه انزل تحت الفيديو دوس على كلمه اشتراك وفعل جرس الاشعارات عشان يجي لك اشعار بكل الفيديوهات اللي بتنزل على قناه جديده. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه انا ما لقيتش سناره عندي اكبر من كده، يعني دي اكبر حاجه عندي الحمد لله بفضل الله. نادرا ان يطلع عندي فرد حمام بسناره، وهي حاله نادره، يعني الحاله دي ما بتطلعش في حمام كتير، بس احيانا بتطلع في فرد حمام وتكون زياده عن اللزوم قوي، فبتضايق فرد الحمام ما بيعرفش ياكل منها خالص بجد. فعليا احيانا حمام ما بيعرفش ياكل منها نهائي وبياكل منها بصعوبه جدا، تمام. فالسناره هي عباره عن ايه؟ شايفين الزياده اللي في المنقار دي اهو يا جماعه، احاول بس ان انا اوضح لكم الرؤيه اهو، شايفين كده المنقار اهو، تمام. في هنا زياده اهي، الزياده دي يا جماعه الزياده اللي في المنقار من هنا دي اسمها سناره، تمام. طيب السناره ديت حلها ايه؟ السناره دي حلها ان هي تتقص، بس لو قصتها بتطلع تاني، فاحنا هنا هنقص وهنعمل حاجه تانيه اللي هي الكوي. طبعا اخواتنا جوات المراسله محترفين في الموضوع ده. لما كنت بربي مراسله زمان كان عندي فرد حمام بسناره، وكانت السناره بتخش في العطشه بتاعه المنقار اللي تحت وكانت بتعور الزغلول ده او فرد الحمام ده. كانت السناره دي بتخش كده بتحفر في لحم البق بتاع فرد الحمام وكانت مبهدلاه، كان على طول بقه مليان دم والتهابات. فطبعا لقيت ان الموضوع سهل جدا لما كلمت حد من اخواتنا غوات المراسلات، قال لي اعمل 1 2 3، فده اللي انا بعرفه لك النهارده، تمام كده. طبعا كده الرؤيه اوضح شويه، هنشوف مع بعض. بصوا يا جماعه السناره اهي، تمام السناره اهي، تمام كده حته العظم الزياده دي المنقار الزياده ده، تمام. لو لقيته زايد عن حده قوي انا طبعا عايز اقصها بس عشان اشرح لكم عليها عملي، انما هي دي كده مش مستاهله ان هي تتشال، تمام. لو اكبر من كده عادي بنشيلها، تمام. فهوريكم دلوقتي ازاي بنقصها وازاي بنكويها، تمام. فرد الحمام اهو، السناره زي ما احنا شايفين اهي، هنيجي عند السناره دي بالشكل ده كده، تمام. اهو يا جماعه الجزء اللي هيتقص، الجزء اللي هيتقص هو الجزء اللي على المقص هنا ده اهو، تمام كده. ده الجزء اللي هيتقص، هنقصه بسهوله بالشكل ده، تمام. طبعا هنلاقي ان في نقطه دم بسيطه قوي ظاهره معانا بالشكل ده، دي اللي هنكويها عشان السناره دي ما تطلعش تاني. تعالوا نشوف مع بعض، تمام كده يا جماعه. طبعا هنكوي السناره، لو عندك مكوه قصير زي كده تمام هتكوي بيها عادي مفيش مشكله بسهوله. لو ما عندكش ممكن تسخن مقص او تسخن مسمار او اي حاجه كده تبدا تكوي العظمه بتاعه المنقار كده بالشكل ده. طبعا هي ممكن تكون مؤلمه ايه حاجه بسيطه كده، بس طبعا احسن ما تعذب فرد الحمام باستمرار، يعني احسن ما ايه، لو فرد الحمام ما بيعرفش ياكل ولا حاجه فكده افضل من ان هو يفضل متعذب، عشان بس السناره ما تطلعش تاني، تمام. وهتبقى بالشكل ده، هي كاويه بسيطه جدا، هتخلي المنقار ما يجيبش دم وهيبقى مظبوط بالشكل ده اهو يا جماعه، مظبوط بالشكل ده اهو يا جماعه. بعد ما قصيناها بقى المنقار متساوي، عشان بس ايه نقفل بق فرد الحمام ونشوفه اهو. بعد ما قصيناها المنقار بقى متساوي مع بعضه بالشكل ده، ما فيهوش حاجه زياده اهو، تمام، ولا دم ولا في اي حاجه، تمام. وهي وجع فرد الحمام بس او الالم هيبقى في لحظتها، بعد كده الالم ده هيروح خالص، تمام. بس بعد كده فرد الحمام طبعا هيبقى سليم ما فيهوش اي حاجه وبياكل وبيشرب كويس.
طيب زي ما قلت لكم تاني حاجه هي الضوافر، والضوافر زي ما قلنا بيعور بيها الزغاليل تمام، والدكر لما بيجي يطلع يكسر على النتايه احيانا بتجري من تحتيه، فلو الضوافر كبيره اوفر وفيها سن زي كده تمام، الضوافر ليه سن زي الابره زي ده تمام، هنيجي على الجزء اللي ما فيهوش دم زي ما احنا شايفين كده، الضوافر فيه جزء احمر اهو وفي جزء ابيض اهوت ناشف خالص ما فيهوش دم، هنيجي على اخر الجزء اللي هو الابيض اللي ما فيهوش دم ده تمام بالشكل ده كده يا جماعه اهو، هناخد السن ده بس كده على المقص اهو ونطيره بالشكل ده، بص كده ما جابش دم ولا اي مشكله تمام. الضوافر الثاني نفس النظام تمام بالشكل ده، يبقى هنعمل كده في الضوافر لما يكون فرد الحمام عندنا الضوافر بتاعته عامله مشكله تمام، عشان بس ايه محدش يقول لي انت قلت نقص الضوافر في العادي، لا انا ما بقولكش في العادي ان هي بتتقص، في العادي ان هي لو عاديه ما فيهاش مشكله بنسيبها زي ما هي، انما لو لقينا منها مشاكل في التخصيب او الحمام بيعور الزغاليل بنقصها بالشكل ده تمام كده اهو، مفيش ولا ضوافر جاب معانا ايه نقطه دم تمام كده اهو، قصينا الضوافر اخر ضوافر اهو اخر ضوافر اهو في رجلي فرد الحمام تمام اهو يا جماعه كده قصينا الضوافر، بص الضوافر كده لو كده الضوافر لو فرد الحمام داس على الزغاليل ما يعورهاش تمام، ولو الدكر طلع بيكسر على النتايه برضو ما يعورهاش اهو يا جماعه، الموضوع سهل وبسيط يعني تمام كده يا جماعه. زي ما شفنا مع بعض دي الطريقه اللي بنقص بيها سناره فرد الحمام وضوافر فرد الحمام، طبعا السناره بنكويها عشان ما تطلعش تاني ده اولا، ثانيا عشان ما تنزفش دم، لان ممكن وانت بتقص تلاقي العظم او المنقار جاب دم، فطبعا هتسيبه زي ما هو هيفضل ينزل دم وهيعمل فطريات في بق فرد الحمام وهيتعب فرد الحمام، فاحنا بنجيب من الاخر كده وبنقص وبنكوي مكانه كويه خفيفه قوي، مش لازم نسيح العظم على بعضه، هو عامه العظم عامل زي الضوافر تمام، المنقار عامل زي الضوافر عباره عن ماده شبه البلاستيك، فمجرد ما بتسخن بتسيح تمام كده، فاحنا بنسيح وبنكوي عشان نساوي العظم ببعضه والسناره دي ما تطلعش تاني، فالموضوع ده ان شاء الله يا جماعه عن تجربه يعني الحمد لله عملته قبل كده وما بتطلعش تاني وما بتعملش اي مشاكل للحمام، فلو انت عندك فرد الحمام في سناره ومش مقصره عليه بحاجه سيبها زي ما هي، انما لو السناره مخليها مش عارف ياكل او مش عارف ياكل الزغاليل او بيضرب الحمام يعوره قصها له وكويها تمام كده. نفس النظام الضوافر، لو عندك الحمام فيه ضوافر طويله وحاميه بتاثر على الحمام يعني بيجي يطلع النتايه بتلاقي النتايه جريت من تحتيه قص له ضوافره تمام، بيعور الزغاليل برضو قص له ضوافره، انما لو مش مقصره معاك في اي حاجه سيبه زي ما هو. فطبعا لو السناره او الضوافر عامله لك مشكله او مش عاجبك شكلها فانت ممكن تقص وتعمل زي ما انا عملت دلوقتي بالظبط، انما لو هي مش فارقه معاك فسيبها زي ما هي مفيش اي مشكله تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه، ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار بالفيديوهات الجديده، كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار ومحتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.